صباح الخير خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح في هذا البرد. اليوم انا جبت لكم حبيباتي، اليوم جبت لكم كرباب واسمه الاخر كرباب تاعنا تاع القبايل، يعني بشويه تاع دجيشها. ياك البنات ان شاء الله تكونوا ملاح، كل وحده في دارها تكون مليحه وتنوض بريباري الماكله لراجلها ولادها. ياك حبيباتي راح نروحوا للمقادير. واش عندنا للكرباب تاعنا تاع اليوم خياتي؟ هنا عندنا حبه بصل، حبه طماطيش، وحبه زروديه، وحبه بطاطا، وهنا عندنا حشيش كما نقولوا حنايا الدبشه ولا حشيش مقطفه. والله هنا عندنا هذا للبناء، قادرين ما ديروهش ياك خياتي، شويه تاع الشحمه وفيها شويه هكا مرسوة تاع اللحم. وهنا عندي الكرباب تاعنا نديروه بزاف بوسمو الاخر بالنعناع اليابس، هاو كيما راكم تشوفوا خياتي هنا النعناع اليابس، ومغرفة تاع زبده، وهنا شويه تاع اللوبيا، حنا نديروه باللوبيا وهذو كيما راكم تشوفوا بحبه زروديه. وهنا عندنا لي زيبيس واش عندنا؟ عندنا شويه كركم، قصبر ملحي، وهذا البنات ثاني درناه في الدار كما راكم تشوفوا، هذا فلفل حلو والاحمر هذاك كيجي وقته نديروه في الدار. اللي تحب الوصفه ادير لي في التعليقات. هنا هذاك الثوم والقصبر المرحي اللي عودتكم عليه، اللي يبنن فريمو يبنن الماكله. حنا هاد الحوايج بزاف نديروهم في الدار. هنا عندي الزنجبيل، مغرفه تاع الزنجبيل، وهنايا شويه تاع فلفل احمر، وعندنا ثاني الملح، وفي الكوكوطه نوجدوا المرقه تاعنا نبداو. دوك حنايا نكملوا نقشروا الخضره تاعنا ونسكرفجوها، ماذا بينا نسكرفجوها رقيقه باش ما تبانش في المرقه ياك خياتي. المهم دوك نسكرفجوها نولي ليكم. انا رابيناهم خياتي، راني وليت ليكم ها هو باش ما يجيش الفيديو مطول برك. ها هو رابينا كلش الخضره هذيك اللي نعتها لكم. هنا خياتي رانا درنا هذوك القطاعي، هذوك هو اللحم، هو شحمة بيناتهم برك للبنة برك. هنا نبداو خياتي معاكم هكذا كما راكم تشوفوا، ها هو كما راكم تشوفوا غسلناها مليح وقطعناها صغيره على خاطر تاع وسمو تاع الكرباب مليح تتقطع صغيره، ماهيش كبيره كيما تاع الكسكاس. هذه هي. واش ثاني دوك نروحو نديرو في راس المغرفة الملح كما راكم تشوفوا خياتي، ها هو هذو خياتي والله غير يبن الماكلة. اللي تحب نديروه مع بعض تقول لي برك، مليح توجدوا حوايج في داركم خير من اللي تشريوها ما على بالكمش بواش تندار. هذا كركم ثاني، هنا نديرو شوية تاع الزنجبيل في راس مغرفة كما راكم تشوفوا، كلش في راس مغرفة ياك حباباتي. هذه هي، ها هذه الفلفل الحلو اللي درنا في الدار مغرفة تاع عشاء ياك. قصبر مرحي، قصبر مرحي في فريمو كتر من نص مغرفة هكذا كما راكم تشوفوا. رانا نمدو لكم بلي ديطاي، يعني ما نخبيو والو، وحده اللي ما تعرفش تتعلم هكذا. ها زبده، الزبده ولا زبده. ثاني المرقه نديرو شويه تاع النعناع باش تبنن وتمد لنا ريحه مليحه هكذا. هذه هي البنات المرقه تاع الكرباب تاعنا كيما راكم تشوفوا. هنا راح نديرو مغرفه برك، مغرفه تاع الزيت تاع المهنة عندنا. هذاك تاع اللحم هذاك فيها شويه بزاف تاع الشحمه، اما لا ما نكتروش الزيت البنات يا اخي. هنا ما نكتروش الزيت على خاطر ها الشحمه كاينه راح تطلق لي دم تاعها. هنا خياتي في هذه كي درنا كامل كلش درناه، راح نديرو معاه كاس تاع الماء، كاس تاع الماء باش يتقلى على غرضو باش ما يتحرقوش هذوك لي زيبيسو.
هكذا دوك نديرو هي التقلة ومن بعد نولي ليكم. دوك حبيباتي راح نبداو نديرو معاكم الكربة بتاعنا. احنا يا ها هي الشيشة هذيك تاع القلب اللوز هذيك اللي نديروها. ها ان شاء الله راكم تشوفوا فيها برك. هذه هي كل واحد تدير قيس عائلة تاعنا تاعها. انا يا راح ندير قيس عائلة تاعي ياك البنات. هنا يا دوك نبدا معكم الكرباب كما راكم تشوفوا. نديروا الملح نديروا فلفل احمر ها هي نديرو واسمو الاخر النعنع نحكوه شويه بين يدينا البنات هكذا هكذا. هذه هي الاكله تاعنا البنات الجود بالموجود ديما نقولها لكم ما تحتموش روحكم الحاجه ما تقدروا لهاش. هنا احشيش ولا كما تقولوا دبشه ولا حشيش مقطفه ولا كل واحد كيفاه يقولوا لها هكذا. ودوكا نديروا الزيت احنا راح نكيلو بالمغرف اللي راح تشوفوه. ها ناتي قبل ها ناتي قبل شوفي هذا هو راح نكيلو به راح نديروا زوج مغارف البنات هكذا. هذه هي وهنايا راح نديروا مغرفه تاع الزبده درنا زوج مغارف تاع الزيت ومغرفه تاع الزبده راح نخلطوها البنات كيما راكم تشوفوا برك راح نعرف لكم هذا اللقطه برك باش تشوفوا كلش. هنا حباباتي راح نلمو معاكم الكرباب ترمو انا راني طولت راهي 11 وانا مازال ترمو كان عندي ضياف ما نوضتش بكري. هنا انا راح نلم الكرباب تاعي بالماء السخون بصح نتوما اذا ما عندكم حتى حاجه ماذا بيكم تستناو المرقه تاعكم حتى تطيب وتمرقوا بالمرقه تاع الكرباب ياك البنات. بصح ماشي يعني ما فيهاش يعني الديفيرونس هذيك تبنن اكثر يعني تبنن لك يعني مليح بصح كيف كيف ياك خياتي. دوك حنايا نمرقوا هنايا معاكم كما راكم تشوفوا خياتي ها هو الماء سخون ماهوش بارده سخون ها كما راكم تشوفوا راهي فور هاكا. هذه هي هاكا ما تعجنوش البنات ما تعجنوش الكربه ما يتعجنش بهذا برك بصبعيك. اني نعتها لكم ها بصبعيك. هذه هي هذا واش يليق في البرد البنات ان شاء الله تعجبكم الوصفات تاوعي البسيطه ياك خياتي هاكا. دوك نليموه كامل نليمو الشوارب تاع القصعه ونولي ليكم هاكا البنات. نكوروهم هكا كل وحده كيفاه تحب الحجم تاعها بصح الحجم تاعها الطبيعي هذا هو البنات هكا بالطبع. حوش كنروحو معليش صبروا البنات حبيت نعت لكم كلش باش يعني باش تكون مصداقية برك هاك
هكذا البنات. هذا هو الكرباب تاعنا تاع الدشيشه، وكاين تاع السميد نورمال. خياتي شتو الكميه اللي درناها؟ هذا واش خرج لنا؟ خرجت لنا 7 حبات ياك البنات. كل وحده دير قيس عايله تاعها ياك حبيباتي. عقروها مليح وداويوها مليح، ديروا لها لي زيبيس مليح والنعنع مليح، تجيكم بنينه البنات. دوك حنا نكملوا هنا نليموهم كامل، دوك نولي ليكم نكملوا معاكم الوصفه. ها هي هاي البنات، دوك نكملوا معاكم برك. هنا كي تلموهم كامل لازم ديروا لهم شويه تاع الماء باش يعني هذه يعني تتبيره من عندي برك، باش ما الكرباب تاعكم ما يتحلش مهما يكون ما يتحلش ياك البنات. قادره سورتو اللي حابه ديرها في المرقه باش ما تتحلكمش. وحنايا اليوم راح نديروها في الكسكاس ياك البنات. هاكا دوك حنايا نكملوا ونولي. دوك هنا خياتي بعد ما تتقلات لي انا حطيت الماء تاعي باش يسخن. ها هي باش نمرق، دوك نمرق قدامكم. ها هي هذه هي. دوك انا نكمل الكرباب تاعي باش نجي لعندي. ها هم البنات، هاكذا كيما راكم تشوفوا. انا حنا اليوم راح نديروهم في الكسكس، ما هيش دخل مرقه ياك حبيباتي. هذه هي هكذا. هيا دوك نخليهم يطيبوا ونولي لكم خياتي باش تشوفوا في طبق التقديم في اخر مرحله ياك حبيباتي. هايوم بعدا البنات حبيت نقول لكم برك في هذه المرحله البنات غطيوهم، ما تخليوش الكسكس تاعكم محلوله باش تمتم طيب لكم ياك حبيباتي. هيا دوكا تاع الصحه يوم بعدا في طبق التقديم. هاني وليت لكم خياتي بعد ما طابت لي الكرباب تاعي ياك حبيباتي. واش نقول لكم، سخفتكم في الجنه ان شاء الله. ها هي ها بعد ما تقرمنا قسمناها هنا رانا درناها وحدها، والمرقه تاعها ها هي. اللي يحب يدير بالمرقه يدير، اللي يحب ياكلها هكذا ياكلها ياك خياتي. المهم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفه، ونقول لكم ادخلوا لقناتي واشتركوا فيها باش نوليو صديقات وصحابات ياك خياتي. المهم واش نقول لكم، نقول لكم صحه غداكم وبقاو على خير ان شاء الله في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. هيا باي باي.